كل حاجة حصلت بسرعة، لقيت نفسي مسحوبة ومش قادرة أقاوم. حياتي راحت في سكة تانية عمري ما تخيلت إن أبقى فيها، بس البداية الحقيقية كانت من عند عمر. الو، ايه مستر عمر؟ الحمد لله على السلامة. كان في مشاكل في المطار او الجو، مش مهم، المهم انت وصلتي للمزاد؟ ايه، نحن بالقاعة، حيبلش المزاد بأي وقت. انا قدامي نص ساعة بكتير هكون عندك. لا ان شاء الله هتكون من نصيبك انت. كلميني اول ما يبتدي، تمام؟ اوكي، مع السلامة. I don't understand why you brought this shitty car. I'm a customer here since years. Okay, you bring me the shitty car. Please drive faster. I'm really in a hurry. حاضر عمر بيه، حاضر حاضر. ايه ده، انت مصري؟ اه انا مصري من امبابة، بقالي 20 سنة عايش هنا وشغال في شركة ليموزين. طب حلو قوي الكلام ده. لو سمحت ممكن تدوس بقى عشان انا مستعجل. خلي بالك. يا مصيبتي يا مصيبتي، ايه اللي عملتوه ده؟ ياي يا عربيتي، ايه اللي عملتوه ده؟ كسرتوا العربيه. حضرتك مصريه؟ طب جرالك حاجه؟ خليك بعيد عني. ايوه انا مصريه، ايوه انا مصريه. شايف عملت ايه في العربيه؟ بهدلتها، عورتها. يا مدام اهدي يا مدام، دي مشكله بسيطه. لا ما تحطش ايدك في وشي وتقول يا مدام اهدي، انت مش شايف كسرت العربيه ازاي؟ طب اخلص لو سمحت. معلش يا مدام، بس حضرتك طلعتي بعربيتك قدامنا فجاه، صح؟ مفيش حاجه اسمها فجاه ومش فجاه. كسرت العربيه ولا ما كسرتهاش؟ اصلحها ازاي دلوقتي؟ طب معلش قولي ايه مبلغ يرضيكي وانا. مبلغ ايه؟ يا ريتك عورتني انا، كسرتني انا وما كسرتش عربيتي. طيب هتدفع لي كام يعني؟ 2000 دولار. ايه؟ 2000 ايه؟ 2000 دولار يعملوا ايه؟ اسم الله عليك، دول ما يخلوش الميكانيكي هنا يبص على المرايه. عايزه كام يا مدام؟ مش اقل من 4-5 دولار، 4000-5000 دولار. طيب اهدوا اهدوا. ايه ده؟ ايه ده عمر بيه لو سمعت؟ 2000 دولار ايه؟ هي اللي غلطانه على فكره، وانا هتصل بشرطه أبروس دلوقتي. يا أبروس يا بوليس أبروس يا ناس اللي في أبروس. ايه مفيش حد في أبروس؟ كلهم يستحموا في الميه، ما حدش يشوف عربيتي. يا مدام اخلص انت بقى لو سمحت. معلش شوف لي انت عربيه عشان انا هكلم شركتك وهتصرف معاهم. يلا هات لي عربيه دلوقتي. يا مدام انا اسف جدا جدا جدا، بس بالهدوء، هنعمل ايه عشان انا مستعجل؟ هات الفلوس بسرعه. اتفضل افتح الشنطه. اتفضل افتح له الشنطه. شنطه ايه؟ شنطه ايه؟ ايش عرفني؟ عربيه جاتكم القرف. معلش يا مدام، ايه اهم حاجه دي؟ لما ما بتعرفوش تسوقوا جايين تسوقوا هنا ليه في بلاد الناس؟ حقك عليا. يلا يا استاذ خلصني. بجيب له عربيه. انا عايزه الفلوس عشان عربيتي تتصلح. تعبانه يا حبيبتي، حاسه بايه؟ والله تلاقيها بتعيط دلوقتي. انت فاكر انها ما بتحسش؟ طبعا بتحس. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es tut mir sehr leid. انا مش فاهمه حاجه من اللي بتقوله. Andere Probleme gerade extrem. عليك وعلي جابوك. فين العربيه؟ العربيه في حدود ساعتين هتيجي. ساعتين. خلاص جر عربيتك من هنا، اديني فلوسي خليني امشي، انا مش فاضيه. ساعتين ايه واربع ساعات ايه؟ انتوا مع بعضيكوا بقى. هات لي الشنطه بس، انا هتصرف. هات لي الشنطه. انا هقول لحضرتك مع الف سلامه، بوليس جاي وحركات. هات لي الشنطه. يا حضرتك انا شغال على العربيه والليموزين هترفدني. احسن تترفد احسن عشان ما بتعرفش تسوق. انتوا مش منقولين من هنا، فاهم؟ بقول لك ايه، لا انت ولا هو، ولا انت ولا هو منقولين من هنا. العربيه دي مش ماشيه، مش ماشيه. فاهم يعني ايه مش ماشيه؟ بقول لك ايه، اطلع بره العربيه كلمني، مش تكسر العربيه. خلاص بقى لو سمحت. ايه اللي خلاص؟ ما تزعقش اديك على وشك. مفيش عربيات، مفيش. يا مستر عمر لسه العربيه ما جاتش حضرتك، وهتفضل مش هينفع تقف في الشارع. خدها ماشيه بقى. هات الشنطه بعدين، انت عارف انا فين. اديني الفلوس. لا تعالى. شكرا شكرا. مين؟ اديني فلوسي. رايح فين كده؟ شكرا.
Good afternoon. Good afternoon. Your ID, please. Sure. Arabi. Pleasure to have you here today. Thank you. Have a seat. المزاد هيبتدي بعد دقايق. Good luck. Thank you. Ladies and gentlemen, the painting that we have all been waiting for. Happy Island. A painting by the Egyptian international painter Mahmoud Saeed. Our bidding will start at $500,000. $600,000, great. $700,000? Hello. ايوه يا مستر عمر تاخرت ليه السواق عمل حادثه والبوليس في الطريق ومش عارف امشي من هنا بس للاسف المزاد بلش ادخلي المزاد باسمي تمام لا مش هينفع مش هينفع ليه حضرتك مش عامل لي توكيل بالمزاد اتصرفي اعملي اي حاجه طب يلا اوكي هحاول اوكي مستر عمر 800,000 1 مليون going once 1.2 to the lady under number 2. 1.4 to the gentleman under number 10. 1.6 to the lady under number 1. 1.7 going to the lady number 9. Do I hear? Yes. 2. $2 million to the lady under number 7. $2 million. $2 million going once. $2 million going twice. Is anybody going to raise? Alla una, alla due, alla tre. Congratulations to Miss Salma El Mansouri under number 7 for purchasing Happy Island for $2 million. Congratulations. Now, we would like to move on to our next exhibit. A famous painting, Seashell by Yannos Economou. مستر عمر I'm so sorry بس اللوحة باعت مين اشتراها؟ مدام سلمى المنصوري حلوة كندية من أصل عربي اوكي في مكتبها قالوا لي حسب ما قالوا لي جوا يعني هون بقبرص طيب انت بتعملي ايه هنا؟ حسألهم على السريع واجي صح
مستر جاسر. أهلا يا فندم، أنا الحقيقة عندي أخبار مش كويسة، أنا آسف. اللوحة اتباعت يا فندم. يا فندم ما كانش في إيدي أي حاجة ممكن أعملها، صدقني، صدقني حاولت. مدام سلمى منصوري اللي اشتريتها بلغت جدا في مزايدة على السعر يا فندم. دي وصلت رقم اللوحة لرقم خرافي. حضرتك يعني محدد لي لمة للشرف، أنا ما أقدرش أتصرف من مزاجي. هو أنا اتكلمت معاها قبل المزاد وفهمت إنها أرت ديلر الست دي يا فندم. حاضر يا فندم، حاضر، هقابلها وأحاول أشتري منها اللوحة. فهمت يا فندم، فهمت، أكيد إن شاء الله هشتري منها اللوحة، حاضر. لا طبعًا مش ممكن أستنى لحد الصبح لحد ما تروح مكتبها. أنا هروح لها دلوقتي على طول في الأوتيل بتاعها. أنا عرفت من المزاد هنا إن هي قاعدة في الساني لاند أوتيل تقريبًا قريب جدًا. فهاخد بعضي واطلع لهناك على طول، وان شاء الله مش همشي من قبرص غير واللوحه معايا يا فندم. اطمن، ديل دان. اوكي. سلام يا فندم، مع السلامه. انا اخذت الموعد سلمى هانم. احنا مستعدين ندفع السعر اللي سيادتك تطلبيه في اللوحة. الشيخ جاسر الشويري مديني كل الصلاحيات علشان اتفاوض معاكي لحد ما نوصل لاتفاق. ومين قالك انه اللوحة للبيع؟ يا مسيو منصور مدري شو اسمك. بعدين هلا بعدني مش جاي اللوحة، ليه بدي بيعها؟ ببساطة جدا ان حضرتك مش هتلاقي زبون زي الشيخ جاسر يدفع الثمن اللي حضرتك هتطلبيه. زبون؟ ليه محسسني عم تحكي مع سمسار؟ Whatever he offers you, I will pay double. ايه ده؟ انت مين وبتعمل ايه وبتتدخل في الكونفرزيشن بتاعتنا ليه؟ تسمحي لي اقدم نفسي؟ انا اسمي عمر هداية. I'm an Egyptian German businessman and I'm really sorry that I couldn't get an appointment with you before. بس اللوحة اللي حضرتك اشتريتيها النهارده مهمة قوي عندي. وانا مستعد ادفع لك اي ثمن. ولما اللوحة هالقد مهمة بالنسبة لإلك، ليه ما اشتريتها بالمزيد؟ للأسف حصل ظروف out of my hands، بس غير كده ما كنتش هسيب اللوحة دي لأي حد. أنا مش فاهم أنت إزاي to intrude between two people بيتكلموا في بيزنس. هي هي أنت وهي، وعشان تتخانقوا مين أنتوا أصلاً؟ بتأسف لكم إنه المزيد خلص، واللوحة مش للبيع، بالإذن. مدام سلمى، أنا آسف جداً، بس أنا محتاج 5 دقايق بس. And I'm very sure you will change your mind. ومين قال لسيادتك ان انا ما اقدرش اغير رايها في 2 دقيقة بس؟ ايه ايه انت وياه. قلت لكم مليون مره اللوحه مش للبيع، اوكي؟ وبعدين اذا كل واحد فيكم عنده مبرراته ليشتري اللوحه، كان اولى تشتروها من المزيد وبالطرق الشرعيه. بينما اللي عم تعملوه هلا مهين لإلي. بالاذن.
أميرة قران يا سانس باركالو. هاي سلمى. هاي. ده علشان اللي حصل الصبح مش عشان اللوحة. I really hope you accept my apology. لا عادي ما صار شيء. ميرسي على الورد. كان لازم اعتذر لأني جيت من غير ميعاد وقلت كلام مش لطيف. It's okay. أنا كان لازم اعتذر منك، كنت شوي سخيفة معك. أصلا الوضع كله كان سخيف. أتمنى يعني نتعرف بظروف أحلى. Okay. Well, there's only one way to make me forget how you spoke to me this morning. تبالي عزومتي على العشاء الليلة. Okay. أنا مش رح أقعد يعني وأعيش بتأنيب الضمير. رح أقبل عزومتك على العشاء الليلة. الساعة 7 كويس؟ ونص ونص. مسمار سوري تأخرت عليك. لا أبدا، أنا مبسوط إن أنا شفتك تاني. تحبي تشربي ايه قبل العشاء؟ كورا. استني. كوراليا سانسيت 2 بليز. يس صح؟ صح. اللي يشوفك دلوقتي لا يمكن يقول ان دي نفس الشخصية اللي انا شفتها النهارده الصبح. عن جد سوري بس هيدا اللي اسمه منصور مدري نسيت اسمه كثير استفزني اليوم بطريقته. بتعرف شو لو انا عم فلس ما رح بقى له اللوحة لإله ولا للي بعته. بتعاملوا مع الفن كأنه شي سلعة. أنا لو فكرت شي نهار إني بيع لو لازم أعطيها لحدا بيعرف قيمتها للوحة، حدا بيقدرها، مش واحد مثل هيدا جلده تخين. ميرسي. شكرا. أفهم من كلامك ممكن تبيع اللوحة دي بعد ما شفت الفرق بيني وبينه؟ إني أسألك سؤال، ليه بدك تشتري هاللوحة؟ لو قلت لك هيفضل سر بينا؟ اللوحة دي حلم أمي. سوري بس كرمال أمك؟ يعني هالقد تخاف على زعلها؟ على فكرة إذا متخانقين أنا بصالحكم على بعض. للأسف مش هينفع. أمي ألمانية. She was born in Berlin. وبعد ما خلصت الجامعة راحت مصر عشان كانت يعني بتموت في الشارع. فقابلت والدي، مراته الأولية كانت لسه ماتت من شوية، فهو كان لوحده مع أخويا كمال. كان عندنا برينت في البيت بتاع جزيرة سعيدة بالظبط. فهي كانت بتحب إيه كل يوم الصبح نلاقيها إيه بتفرج على اللوحة دي، وأنا بقى مش فاهم. أنا عندي 5 6 سنين مرة لقيتها بتبكي. واللوحة فيها ايه؟ فيها واحدة فلاحة تحضن ابنها زي ما انت حضرتك عارفة. فبسألها ليه اللوحة دي؟ اشمعنى دي يعني؟
فبتقولي عشان الحضن. ما فهمتش حضن ايه يعني؟ اصلا خدي بالك كل شويه لما كنا معدي ما كانش في فرق بيني وبين اخويا كمال، كل شويه بتحضننا وانا في العالم ضايع في بيزنس. جالي تليفون، ما هي ماتت. ومعها الحض بتاعها. سوري. لا انا قعدت افتكر بقى الايام لما كانت هي بتاخدني بالحضن وتغني لعلي نودا من امون شاو سو wenn die kleinen Babys. أصلا الحضن ده أنا فاكر هي قالت بعد ما سألتها أنت دلوقتي واحدة من ناس كويسة، you've studied in Germany art, you're a painter, why؟ ليه الفلاحة دي؟ ليه دي؟ فهي قالت الحض حض، مش لاقي فرق بين فقير والغني. انا لما اتجوز في يوم من الايام واخلف احضرهم كل يوم غصب من عمرهم. اللوحة، تعرف شو؟ أنا أول ما جيت على أبرز كرمال أحضر الأكشن أشتري اللوحة كنت بفكر مثل أي بزنس ومن ناجحة، بشتري اللوحة اليوم وبيعها بعد كم سنة بدبل ذا برايس أو أكتر. بس لما شفت اللوحة عجبتني كتير وقررت إني ما بيعها. بس امبارح غيرت رأيي من بعد ما سمعت كلامك عن أمك، تأكدت إنه هيدي اللوحة انت اكتر واحد احق فيها. خدها. مش عارف اقولك ايه. ما تقول شي، انا كتير مبسوطة انه اللوحة لقيت المكان المناسب تبعها. وانا مبسوط انها وصلتني عن طريقك من مفاجأة في حياتي. طبعا اذنك انا اخش لك بالشيك بوك. عمر بليز، فيني اطلب منك طلب؟ اي حاجه. انا
متأكدة إنه أنت إنسان لطيف ويمكن تكون بزنس مان ينوثق فيه، بس أنا ما بعرفك منيح وهذا أول تعاون بيناتنا، سو بفضل إنه التعاون يكون كاش، ما بحب تشيكس. أوكي. يعني منك زعلان؟ بالعكس، ده حقك. مش أنت جبت اللوحة لحد هنا عندي؟ Without any guarantees. You trusted me. So it's my pleasure to do the same. طيب اطلبي أي رقم وأنا هدفعهولك. لا أنا ما بدي أي رقم. أنا بدي بس رقم اللي دفعته امبارح بالأكشن. 2 مليون دولار. واو. It's very generous. بكرة هيوصل لك. Thank you. ليه عم تطلع فيه هيك؟ عينيكي. حاسس إن أنا مستريح لما ببص فيهم. في سحر كده بيشدني. مش عارف الحكاية. صراحة أنت اللي شو حكايتك؟ أنا آسف، أنا ما كانش قصدي عكسك يعني. بس ممكن أقول حاجة؟ أنا من أول ما شفتك حاسس إن في ورا جمالك في حسن مستخبي. ماني كتير صاحبة مع أبرص، بس هي أول مرة بحس إنه متضايقة إني قربت أسافر. مش صاحبة مع أبرص؟ أنا هخليكي تحبيها بقى. أوكي. جرب. We all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. أنا بموت في الفيلم ده. تعالي بقى أجيب لك أحلى مكان. منين بقى؟ أوديكي أحلى مكان آيس كريم. بتاع واحد إيطالي. هو برضه بيموت في روبرتو بينيني. أني ما بعرف عن شو عم تحكي، بس أهم شيء بالموضوع مش عارفة روبرتو بينيني. مش مهم. آيس كريم يو سكريم وي أول سكريم فور آيس كريم. مش عارفة الفيلم ده راح فين؟ راح أجيب آيس كريم. I love that. يو سكريم آيس كريم وي أول سكريم فور آيس كريم. مش مهم. آيس كريم يو سكريم وي أول سكريم فور آيس كريم. مش عارفة الفيلم ده. ميرسي على أحلى أيام قضيتها بحياتي. كنت كتير مبسوطة أنا ومعك وبين إيديك. بتمنى أنك ما تكون زعلان مني. May I help you? Yes, I need to speak to Madame Salma Mansouri, please, right now. Just a second. Madame Mansouri is not in the room. Would you like to leave a message? No, thank you very much. Thank you. Okay, goodbye.
نعم. Good morning مستر عمر. بدي أكد على حضرتك بس موعد الميتنج مع مستر فريدريك بعد ساعتين بالضبط. أجل الميتنج. Well, I don't know. That's your job. Find a solution. Thank you. My name is Omar Hidayah. I'm here to see Salman Mansouri, please. Yes. Oh, thank you. مستر عمر أهلا وسهلا سامع عنك من زمان أهلين أهلا بيكي Once again, as you know, my name is Omar Hidayah I'm here to see Salman Mansouri فلو سمحت ممكن أشوفها دلوقتي This is really funny أنا سلمان منصوري جاي تشوفني أنا سلمان منصوري